إلى منطقة عسير المشاهدين وتحديدا شارع الفن في مدينة أبها الذي يتمتع بمناظره الجميلة ويعتبر أيضا من المناطق الجاذبة للسياح في مدينة أبها. ينضم إلينا من هناك مراسلنا عبد الله بن شهران. أهلا بك عبد الله، مساء الخير، ولعلك تحدثنا عن الأجواء في مدينة أبها هذه الساعة. نعم أحمد، أرحب فيك وأرحب بالسادة المشاهدين ويسعد مساكم جميعا ومرحبا ألف، وتنزه بحذر في منطقة عسير. أنا الآن متواجد في طريق الملك عبد العزيز الذي يعتبر من الطرق الرئيسية في مدينة أبها الذي يؤدي إلى العديد من الأماكن السياحية، من ضمنها أيضا شارع الفن الذي يعتبر ملتقى لهواة التصوير، إضافة على ذلك يعني تقام فيه فعاليات اليوم، ويفتتح الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير المهرجان في شارع الفن في هذا المساء بإذن الله تعالى، إضافة على ذلك سوق الثلاثاء الشعبي الذي يكون فيه الأشياء التراثية والزاخرة من التراث الشعبي، إضافة على ذلك قرية المفتاحة التي يوجد فيها أكثر من 13 مرسم لهواة الرسم، إضافة على ذلك مسرح طلال مداح الذي دائما ما يتغنى فيه فنانين العرب، وأيضا إضافة على ذلك الفنانين الخليجيين. إضافة على ذلك أحمد، هناك يعني جهود جبارة من الجهات الأمنية والإدارات الحكومية ليكونون يعني المصطافين والزوار يعني في كامل السعادة. إضافة على ذلك اليوم بمشيئة الله تعالى تنطلق فعاليات محافظة بلقرن وبالتحديد مدينة سبت العلاية، حيث يفتتح المهرجان سعادة الدكتور عبد الرحمن الحامد محافظ بلقرن، إضافة على ذلك فعاليات أحد الفيدة التي ابتدأت في العديد من الفعاليات في محافظة أحد الفيدة من رياضة المشي الهايكينج وأيضا تحجير السيارات. ولعل زميلنا سعيد ركوان يرصد لكم هذه الأجواء التي تتمتع فيها مدينة أبها، حيث تصل درجة الحرارة الآن إلى 20 درجة مئوية، وهناك أيضا إنذار مبكر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في العديد من المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة عسير، من ضمنها أحد رفيدة، أيضا حائل عسير، إضافة على ذلك أبها وبلقرن وبيشة. وندعو المصطافين والزوار توخي الحذر وعدم الجلوس في بطون الأودية، وأيضا نتمنى من جميع المصطافين والزوار أخذ كامل الاحتياطات والإجراءات الوقائية. نعم عبد الله، أبرز الفعاليات التي تقام في مهرجان السياحي الذي سيدشنه اسمه أمير منطقة عسير هذا اليوم كما شرط في شارع الفن. نعم، هناك العديد من الفعاليات على مستوى عسير، من ضمنها أيضا مدينة أبها في شارع الفن العديد من البزارات، أيضا هناك بزارات عديدة في شارع الفن وهي خيرات منطقة عسير التي يوجد فيها منتجات زراعية من المنتجات الزراعية في منطقة عسير، وهذه البزارات خصصت للمزارعين يعني ليكونون يعني في عرض المنتجات لديهم. إضافة على ذلك شارع الفن يا أحمد، ومثل ما أنت عارف أنت من أهل المنطقة، أنها تشتهر أيضا بالعديد من المطاعم والفود تراك، ويعني العديد من هواة التصوير دائما ما يلتقون هناك، إضافة على ذلك هناك يعني استديو خاص للمصورين الذين يعني يبدعون في التصوير وهواة التصوير، إضافة على ذلك هناك العديد من المحافظات سوف تكون فيها قناة إخبارية خلال الأيام القادمة لرصد كامل الفعاليات والمهرجانات في محافظات منطقة عسير. شكرا لك عبد الله، وارجو لك استمتاع جميل بهذه الاجواء الرائعه في مدينه ابها وفي منطقه عسير بشكل عام. مراسل الاخباريه من مدينه ابها عبد الله بن شهران، شكرا لك.